وادخل على طول معانا خبر ما حقيقة تلف 30% من مخزون البصل. الكلام ده حقيقي؟ النهارده بقينا بنشوف ان في بتنتقل يعني بعض الاخبار من هنا او من هناك. في خلال الايام اللي فاتت يعني شفنا كلام كتير جدا حول موضوع تلف 30% من محصول البصل، وده اللي ادى الى زياده في سعره في الفتره الحاليه. معانا مداخله هاتفيه، معانا الاستاذ ابراهيم الحداد رئيس شعبه الخضار والفاكهه. مساء الخير يا فندم. مساء النور. حابب اسال حضرتك، ما صحه ما تم تداوله مؤخرا حول تلف 30% من محصول البصل؟ هو انا اقول لحضرتك برضو، محصول البصل دلوقتي رقم واحد فتح تصدير، تمام. رقم اتنين الفلاح بقى او التاجر اللي عنده بصل بقى حجب عن تنزيل البصل، قال لك ما دام فتح تصدير يبقى السعر هيرتفع زي السنه اللي فاتت. الكميات اللي واردة السوق قليلة، يعني اللي عنده بصل دلوقتي حجزه بينزل يعني حاجات كده، ايه زي ما اقول لك من المثل البلدي امسك العصاية من النص. يعني ما بينزلش الكميات اللي هي كانت بتنزل في السوق الشهر اللي فات، خلاص ما بقتش تنزل كميات كتير. يعني موضوع تلف 30% ده مش صحيح؟ نعم، تلف 30% من محصول البصل، الخبر ده مش صحيح؟ 30% ماله؟ 30% من محصول البصل بقى تالف. لا تالف، لا فيش حاجة اسمها تالف، لا لا لا. البصل السنة دي الحمد لله مفيش حاجة اسمها تالف، وصيف ده شغل تجار بره في بيتحكموا. زي ما البطاطس كده كانت شغالة ثلاجات دلوقتي، طبعا النهاردة بيفتح الثلاجة بيطلع ما يطلعش براحته، لكن لو المحصول متعرض للشمس مطر بحاجة هيطلع على طول غصب عنه. هيطلع على طول غصب عنه. طيب في ظل الاحداث اللي بتحصل دلوقتي زي ما حضرتك تفضلت، هل ستظل يعني او سيظل المشهد في ارتفاع لسعر البصل ام انه سينخفض السعر؟ والله هو ممكن يعني يرتفع ثاني 10% وممكن ما يرتفعش. لو يعني البصل يعني التصدير حتى لو قالوا مش هنصدره بتاع هتلاقي كله خاف ونزل الكميات على السوق. طيب بالنسبة لأسعار الخضروات والفاكهة في الفترة اللي فاتت شفنا فيها انخفاض نوعا ما، هل ده يعني ان احنا حضرتك احنا عندنا طبعا العوامل الجوية رقم واحد وعرض وطلب رقم اثنين. الخضار ممكن اقول لك اكثر من 50% منه تلف في الشق في الموجة الحارة اللي جت شديدة دي. النهاردة الجو بدأ يرطب، بدأ الكمية اللي فاضلة بتدي، وبعد كده في عروات جديده هتنزل ثاني وهتنخفض ثاني الاسعار. تمام تمام، بشكر حضرتك استاذ ابراهيم رئيس شعبه الخضار والفاكهه.